الناس كتمر في اجواء احترافيه، كنستعدوا للبطوله الوطنيه. الاجواء الحمد لله كلها مزيانه، لا من ناحيه اللاعبين ولا من ناحيه الاداره التقنيه. الدراري عازمين هذا الموسم ان شاء الله باش نكونوا فريق ونحاولوا ننافسوا في المراتب المتقدمه. علاش لا؟ عندنا فريق شاب اللي ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو. كما كيعرف الجميع الحمد لله حنا الاستحقاقات الاولى اللي الفريق عازم عليها هذا الموسم هو يكون واحد الفريق اللي يقدر ينافس في المواسم المقبله. ولكن حنا علاش لا غنحاولوا ان شاء الله هذا الموسم باش نحاولوا نحققوا شي نتائج ايجابيه ونكونوا من الفرق المتقدمه ان شاء الله في سبوره الترتيب. الحمد لله حنايا ماشيين يعني مزيانين في بريباراسيون الفرقه نتاعنا، يعني كل شيء مزيان، كنترينارو صباح عشيه، فيزيكمو مزيان، كل شيء يعني جروب خوص مع عاطيتنا مجموعين يعني كنتعاونوا مع عاطيتنا. الحمد لله تاني كتشوف فرقه هي مسجمه، تبارك الله اللاعب عندنا غير الشباب تبارك الله الله يعطيهم الصحه. الحمد لله الامور هي ماشيه مزيان، الحمد لله العوده هذه يعني ان شاء الله نرضي راسي ونرضي والديا ونرضي الفريق ديالي ام اتحاد طنجه اللي استدعوني هذا العام هذا. كنشكرهم بزاف وكنشكر الجماهير الطنجاويه بزاف بزاف، كنشكر الفريق ديالي السابق عالم طنجه، والحمد لله هذا العام يعني نمشي عام مزيان وان شاء الله ربي الحبيب مع الفريق ديالي ونرضي الجماهير ديالي ونرضي والديا والحمد لله. انا للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.